ما حطيت لكم واحد لا فيديو اللي جيت نجاوب بعض الناس اللي الصباح تيقول لك او علاش تثقب الودنين فيه الحفل ولا تثقب الودنين فيه شي حاجه. اختي شوفي نقول لك واحد الحاجه، انا ما كنتحكمش فيك، ما كنتحكمش لك في حياتك، شنو ديري شنو ما ديري، شنو تحتفلي شنو ما تحتفلي. كنظن بان هذاك شغلي نحتفل باي حاجه، حيت الصراحه واحد النوع كان ما كنعممش، واحد النوع ديال البشر اللي اسماء بيوتي اعياد الميلاد ما خصهاش ديرهم، اسماء بيوتي ليله 27 كلشي داب الاولاد والعماريات حتى عند اسماء بيوتي، وعلاش درتي ليله 27 اسماء بيوتي؟ علاش داب اسبوع في القاعه اسماء بيوتي؟ علاش احتفلت؟ الا لا نحتفل باش ما بغيت، واش شتي الله يجعل ما بنتي تحيد ليك وشو بغيت نحتفل بها؟ داك الشيء كتفرجي فيا، عجبك الحال مرحبا بك على الراس والعين، ما عجبكش الحال ما تفرجيش فيا، ما كاينش اللي كيجي ويقول لك بزز عليك صحه عليك غتفرجي فيا. هذاك شغلك كيف ما هذاك شغلي، نحتفل باش بغيت ونفرح باش بغيت، والناس اللي ما عارفينش يعني الناس اللي كيقول لك هذا الحفل عمرنا سمعنا به، دخلوا ديروا في يوتيوب حفل تقيب الودنين وغيخرج لكم الحفلات اللي دايرين الناس. انا شوفي انا مع اي وحده باغا تنشط، اختي نشطي ليا مع راسك، دوزتي تماما دوزتي المحنه مع راسك عطاك الله ويبان عليك، وفرحي ونشطي وجيبي اختي عساوه وجيب الدقيقيه وفرحي كيف ما بغيتي، ما كاينش اللي يقول لك لا. هذاك شغلك كيف ما هذاك شغلي، يعني كندير احتفالات كنظن ما كناديكش ما كنقيسكش ما كنهش لك من جيبك ما كنسرق لك شي حاجه، كندير احتفال انت من حقك ما تفرجيش، وانا شغلي هذا كندير اللي بغيت في حياتي. نبي ما كنت باغا نجاوب وحمد الله جابني جاوبت، باغي يجبوش الحال يقول لي لا جاوبتي ما تبقاش تجاوبي، ولكن صراحه سي طرو واقيله بزاف، حيت على كل شيء حلال حتى الاسماء بيوتي اي حاجه حرام على الزعمة. اويلي عيد ميلاد ما ديريهش، ليله 27 في رمضان ما ديريهاش، علاش درتي الحمام ديال نفيسه؟ علاش درتي او خلاتها الدنيا بوطازوت وفرانيه الفيراري؟ ياك لاباس اختي ندير اللي بغيت، واللي ما عجبوش الحال هذاك شغله.